اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. هنتعلم النهارده غرزه جميله من غرز اللاسيه الروماني. الغرزه ديت ما بنعملهاش في شكل الورده زي كده، يعني مش ما بيبقى عندنا ورده، لا بنعملها في الفروع اللي هي الاجزاء الطويله جدا في الرسمه بتاعتنا. كل اللي احنا علينا ان احنا هنثبت اول خطوه الخيط بتاعنا في الاطار. انا ابتديت من اتجاه ايدي اليمين، هثبت بس الخيط. بحيث ما اشده الاقيه ثابت. هعمل ايه؟ هبتدي اطلع، بصوا سنه بسيطه خالص، حاجه بسيطه جدا، وابتدي اعمل خط كده اهوت، يعني بوصل خط من الاتجاه اليمين للاتجاه الشمال، وبطلع برضو سنه بسيطه، يعني اقل من سنتي يا جماعه، يعني ممكن 2 ملي ولا حاجه اهو. كل ما صغرتي في عدد الشرطات او الخطوط بتاعت الخيط، هتدينا في الخطوه الثانيه، احنا بنعملها بخطوتين اصلا، بتدينا شكل جميل جدا. فكل ما يعني قد ما تقدري تضيقي ضيقي، تمام. انا بس مجرد ان انا بعمل خطوط، هوصل لنهايه الشكل بتاعنا، وهنشوف ايه الخطوه الثانيه. كده انا ابتديت عندي من تحت ووقفت هنا من فوق. الغرزة بتاعتي ببتديها من تحت وبخلصها برضو من فوق، يعني انا هلف كده اهو، وابتدي اشتغل من الجزء العلوي بتاع الوردة او الفرع اللي عندي بتاع الرسمة، زي يعني ما تكون. هعمل ايه؟ همسك دي ايدي الشمال، همسك بيها الخيط، وايدي اليمين همسك بيها الابرة. هعمل ايه بقى؟ هعد، ادي واحد، خط، اتنين، تلاتة، اربعة، هعد اربع خطوط بالظبط واطلع بيهم. شايفين اهو، اهم حاجة الخيط ده ورا الابرة، اهو الخيط ورا الابرة، وهطلع بيها واعمل عقدة. تاني هعمل، هدخل فيها تلات عقدات، ادي واحد، اتنين، تلاتة. يبقى انا خدت اربع شرطات او اربع خطوط، حطيت فيها تلات عقدات. هعمل ايه بقى؟ هاخد اتنين من الاربعة اللي تحت، وادخل معاهم باتنين جداد من فوق، تمام، وهطلع اهو بالابرة واعمل برضو تلات عقدات. تاني انا عملت اول عقدة اهو، هاخد برضو نفس اللي انا دخلت فيهم، اتنين من تحت، اتنين من تحت، واتنين من فوق، واطلع بيهم الخيط اهو ورا الابرة. اخر عقدة معايا، عشان احنا بنعملهم تلاتة اهم، هي الغرزة دي احنا هنقسمها
بعد كده مش هطلع بالدور اللي فوقيها، لا انا هعمل 3 هنا، 3 يمين و3 شمال. يعني ايه؟ يعني انا برضو همسك الخيط بتاعي كده همسك الخيط بتاعي كده برضو، وهبتدي ادخل من الاتنين اللي تحت على اتنين اللي فوق، هما هما بس من الاتجاه التاني. وهدخل 3 2 3. اللي لسه ما وضحتش قصاده، انا معايا الخيط ماسكاه بايدي الشمال، الابره بايدي اليمين، باخد 2 من تحت على 2 من فوق، وبلف الخيط ورا الابره وبطلع بيها. دي اول عقده، واروح عامله الخطوه دي بعملها 3 مرات، 2 3. دي الشمال، هاجي ناحية اليمين هاخد برضو 2 2 اهم على 2 من فوق، والف برضو واعمل 3 عقدات وهكذا. تاني انا باخد 2 من تحت، هي نفس الفكرة، 2 من تحت على 2 من فوق، والف الخيط من ورا واطلع بالابره، وادي دي عقده. تاني اهي بلف وبطلع تاني عقده، وادي تالت عقده. ده الاتجاه اليمين، اروح نقله الخيط بتاعي اهو، الخيط بتاعي نقلاه الاتجاه الشمال، واخد 2 اهو واطلع بيهم. ادي 1 2 3. تاني هنطلع الدور ازاي؟ الدور اللي فوقيه باخد 2 من تحت و2 من فوق، وبلف الخيط وبعمل 3 عقدات في الاتجاه، مثلا ده اتجاهي بقى الشمال، 2 3، وباجي من الناحية التانية اهو باخد برضو 2 و2، 2 من تحت و2 من فوق، وادخل عقدة 2 تلاتة. تاني هاخد 2 من هنا من تحت مع 2 من فوق، والف الخيط واخد عقدة. ادي اول عقدة معي، 2 تلاتة. هاجي الاتجاه اللي بعد كده اللي هو ايدي الشمال، هاخد برضو 2 من هنا و2 من هنا. اهم حاجة الخيط ده، لو الابرة طلعت من غير ما الخيط وراها هتطلع على الفاضي، لازم الخيط بتاعي يبقى ورا الابرة. وادي 1 2 3، وهكمل كده بقية الخطوات.
ودوت الشكل النهائي للغرزة، يا رب تعجبكم، هي جميلة جدا. مش عارفة التصوير مبينها ولا لأ، بس يعني الخيوط متداخلة في بعض وبتدي شكل حلو قوي ما تبقى عندنا المسافة طويلة، وخاصة ان الرسومات السير روماني بتبقى فيها اشكال كتير، يعني ما بتبقاش فيها لوليو زي عندنا هنا في مصر بالرسومات بتاعتنا، بيبقى فيه عندهم الاشكال بتبقى طويلة خالص وبتحتاج غرز زي كده، مش غرز صغيرة زي اللي احنا بنعملها. يا رب يكون الشرح وافي وعرفت اشرح الغرزة. لو عجبكم الفيديو وعجبكم فن اللاسيه، اتمنى ان انتوا تدعموني بالاشتراك في القناة وان انتوا تعرفوا زمايلكم او اصحابكم بشغل اللاسيه. شكرا للي تابعني للاخر، مع الف سلامة.